أبرز الأخبار المحلية: خروج البرازيلي باولو أتوري من سباق الترشيح لقيادة المنتخب الوطني الأول خلفا لبول غوين. وحالة من الضبابية تحيط بإعداد المنتخب الوطني للناشئين استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا بالهند. ومواجهتين كبيرتين بكأس مازدا للمحترفين بين ظفار والنصر والعروبة وصور بحثا عن بلوغ دور الثمانية. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في النشرة الرياضية لهذا اليوم. استبعدت عدد من المصادر الإعلامية محليا التعاقد مع المدرب البرازيلي باولو أتوري بعد أن كان على طاولة مفاوضات لجنة المنتخبات الوطنية في فترة من الفترات لقيادة المنتخب الوطني الأول خلفا للفرنسي بول غوين، حيث أن باولو أتوري الذي أنهى ارتباطه مع أوساكو الياباني مؤخرا والذي يملك خبرة كبيرة في الملاعب الخليجية رفقة نادي الريان والمنتخب القطري الأولمبي، بات من المحتمل عودته إلى البرازيل لتدريب ساو باولو، وهو ما أشار إليه المدرب للعودة للملاعب البرازيلية بعد جولة كبيرة في شرق وغرب القارة الآسيوية، وهو ما يجعله بعيدا نظريا عن مهمة قيادة المنتخب الوطني الأول. وبات المنتخب الوطني للناشئين العنوان الأبرز في الصحافة المحلية بعدما تم تداوله عن خطة إعداد المنتخب حسب البرنامج الذي قدمه الجهاز الفني بقيادة المدرب يعقوب الصباحي، وذلك استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا. فبالرغم من أن الأحمر الصغير تنتظره مهمة كبيرة في المناسبة القارية التي ستحتضنها الهند في سبتمبر من العام القادم، فبحسب البرنامج الإعدادي فإن المنتخب كان مقررا له أن يقيم معسكرا مفتوحا في الأسبوع الأخير من نوفمبر الماضي، وأيضا معسكرا داخلي يعني في ديسمبر الحالي، ولكن حتى هذه اللحظة فإن الرؤية لم تتضح، حيث لم يستلم الجهاز الفني الضوء الأخضر لانطلاق الإعداد الذي يسعى فيه أن يكون في مستوى الطموحات. وتستأنف اليوم مباريات كأس مازدا لمحترفين في نسختها الثانية بمواجهتين، حيث يحل صور ضيفا على العروبة لحساب المجموعة الثالثة على ملعب جعلان، بينما يواجه ظفار النصر لحساب المجموعة الرابعة على المجمع الرياضي بصلالة. تعود عجلة كأس مازدا للمحترفين للدوران من جديد بعد فترة من التوقف لعديد الأسباب والمسببات، ولكن البطولة عادت والعود أحمد بمباريات أقل ما يقال عنها قمم جماهيرية ودربيات تعتبر هي الأعرق في السلطنة. والعنوان هذه المرة البحث عن بطاقة العبور لدور الثمانية. ديربي العفية يعود للواجهة من جديد في صراع أزلي في حوار أبناء العم صور والعروبة أو العروبة وصور. ورغم الأوضاع المتباينة للجارين بدوري عمان تل للمحترفين، فالمارد في القمة وجاره الأزرق في القاع وشتان بين هذا وذاك، إلا أن الأمور تختلف تماما، فالحوار هذه المرة على بطاقة العبور من المجموعة الثالثة نحو دور الثمانية الكبار. فبعد أن طارت الطيور بأرزاقها في الصدارة التي ذهبت لمسقط الذي ضمن التأهل مبكرا، لا يملك العروبة إلا أن يطيح بجاره إذا كان ينشد البطاقة والعبور، فهو يحتل ذيل المجموعة بخمس نقاط، في حين فرصتين لصور تعادل أو فوز شفعت له بذلك نقاطه الست. فمن يا ترى ينجح في الإطاحة بالآخر في صراع البقاء؟ ومن يثبت بأن لمدينة صور هذا الموسم فارس واحد لا غير؟ وهل ينقذ النواخذ ماء وجههم من بوابة كأس مازدا أمام المارد هذا الموسم الذي لا يبقي ولا يذر؟ كلها تساؤلات لا يملك إجابتها إلا حقيقة الميدان وصراع الأقدام.
في درب التاريخ والأصالة بعبق اللبان الجنوبية، وبعد 3 أيام من تعادل بين ظفار والنصر بدون أهداف بدوري المحترفين، يتجدد الحوار الجماهيري من جديد في حلبة كأس مازدا. هذه المرة فرقة الزعيم ظفار في قمة المجموعة الرابعة ب9 نقاط، وقد بلغ ظفار دور الثمانية فعليا، إلا أن المعاناة هي رفيقة درب النصر الذي يحتل قاع المجموعة ب4 نقاط، في حين يملك صلالة 7 نقاط في الوصافة. إذن أي نتيجة غير انتصار النصر تعني خروجه وتأهل صلالة، مما يجعل المتربص السماوي في صف جاره الأحمر ضد جاره الأزرق بلغة المصالح المشروعة. مباراة تحمل في طياتها تقلبات وطموحات وأماني كبيرة، وهناك متربصون ينتظرون ويترقبون ما ستسفر عنه الأحداث. وبعد أقل من شهر من تعاقده مع نادي النصر، يبدو أن البلجيكي لوك إيميل بات قريبا من الرحيل إلى المريخ السوداني بحسب مصادر إعلامية من النادي السوداني، حيث أن نادي المريخ السوداني الذي يستعد للموسم الجديد المشاركة في الدور الممتاز السوداني ودور أبطال أفريقيا التي نجح فيها من التأهل لدور للمربع الذهبي، دخل في مفاوضات جادة مع المدرب لوك إيميل. وتشير المصادر الإعلامية إلى أن المدرب البلجيكي الذي سبق له أن عمل أنقاد عدد من الأندية الأفريقية في بطولتي الاتحاد الأفريقي ودور الأبطال والكوندفرالية، وفي حال نجح المريخ من التعاقد مع إيميل فإن إدارة النصر ستدخل في دوامة البحث عن مدرب آخر يقود الفريق الأزرق في المرحلة القادمة. وبعد إقالة إدارة نادي فنجة للمدرب الوطني عبد الرحيم الحجري، جاءت الاستعانة بالمدرب التونسي لطفي جبارة، حيث قاد المدرب التونسي آخر تدريبات الفريق بعد توليه المهمة خلفا لعبد الرحيم الحجري الذي أقيل مؤخرا نظرا لسوء نتائج نادي فنجة. وسبق لجبارة أن قاد فنجة قبل موسمين وحقق معه إنجازات كبيرة مع الفريق الأصفر، لتأتي الاستعانة به مجددا لإنقاذ الفريق الذي يبحث عن المنافسة على لقب الدوري ولقب كأس جلالته لكرة القدم بعد نتائج متباينة من جولة لأخرى للفريق المتوج مطلع الموسم الحالي ببطولة السوبر بعد انسحاب نادي العروبة. وفي خبر محلي آخر، حيث توج القارب الموج مسقط بلقب سلسلة سباقات الإكستريم 2015، وذلك بعد أن اكتسح القوارب المشاركة مساء أمس في الجولة الختامية والتي أقيمت في مدينة سيدني الأسترالية خلال الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر الجاري، فبعد 4 أيام من السباقات التي احتدمت في قلب مدينة سيدني بين 8 فرق من مختلف دول العالم. وجاء تتويج الموج مسقط بعدما تمكن من مواصلة صدارة الترتيب العام منذ الجولة الرابعة وحتى الجولة الختامية، وقد اقتنص الموج مسقط المركز الأول في الترتيب العام بإجمالي 87 نقطة بعد منافسة ضارية ضد الفريق الدنماركي SAB الذي حاز على المركز الثاني بعد أن حصل على 74 نقطة، وفريق ريد بول في المركز الثالث برصيد 70 نقطة، ما جعل فريق الموج الأول في تاريخ سلسلة الإكستريم للظفر بلقب البطولة 4 مرات. تبدأ بميدان رفاش بولاية عبري بمحافظة الظاهرة يومي الأربعاء والخميس القادمين فعاليات سباق الهجن الذي ينظمه الاتحاد العماني لسباقات الهجن من خلال إقامة 14 شوطا على مدى يومين، وستقام في يوم الأربعاء 7 أشواط منها شوطان للحجايج أبكار لمسافة 3 كيلومترات وشوطان للحجايج جعدان لمسافة 3 كيلومترات وشوطان للقاية أبكار لمسافة 4 كيلومترات وشوط واحد للقاية جعدان لمسافة 4 كيلومترات، حيث خصص للفائزين بالمركز الأول خناجر ومبالغ نقدية حتى المركز العاشر.
أما يوم الخميس وهو اليوم الختامي ستقام 7 أشواط أخرى، منها 4 أشواط لفئة الحجايج أبكار وشوطان لفئة الحجايج قعدان لمسافة 3 كيلومترات، وشوط واحد للجاية أبكار لمسافة 4 كيلومترات. توج الحصان بانلي برلي روما لمالكه السيد منذر بن سيف بن حمد آل بوسعيدي بالمركز الأول في مسابقة القدرة والتحمل لمسافة 80 كيلومتر محليا للناشئين لهذا الموسم 2015-2016، والتي نظمها الاتحاد العماني للفروسية على أرض قرية القدرة والتحمل بسيح المحامد بولاية بركة، وذلك تحت رعاية الدكتور جمعة المشايخي أمين السر العام بالاتحاد. توج الحصان بانلي روما لمالك السيد منذر بن سيف البوسعيدي والفارس الناشي عبد الله بن جمال البنوشي والمدرب جمال بن احمد البنوشي لمسافة 80 كيلومتر محلي للناشئين، والتي نظمها الاتحاد العماني للفروسية على أرض مدينة القدرة والتحمل في ولاية بركة. المسابقة والتي شارك فيها 79 خيلا. مشاهدينا، وإلى الأخبار العالمية، والبداية مع أبرز وأهم العناوين. النصر يستقبل الاتحاد في أقوى مباريات دوري عبد اللطيف جميل. السعودي والهلال يواجه هجر لانتزاع الصدارة من الأهلي. بعثة برشلونة تصل إلى اليابان استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية. أياكس متصدر الدوري الهولندي يتعثر بالخسارة من أونتريخت بهدف دون رد. تنطلق اليوم الجولة 12 من دوري عبد اللطيف جميل السعودي ب4 مواجهات، حيث يتواجه النصر مع ضيفه الاتحاد في أقوى مباريات الجولة، ويرحل الهلال لملاقاة هجر، بينما يستضيف الأهلي الرائد ويستقبل الشباب الفيصلي. بعد القمة الكبيرة في الجولة الماضية بين أندية الرياض وأندية جدة في حوار الهلال والأهلي، تنطلق اليوم الجولة 12 لدوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين بقمة جديدة منتظرة بين النصر والاتحاد. النصر حامل اللقب في الموسمين الماضيين والذي خفت بريقه في هذا الموسم. النصر الذي تعادل مع الرائد والخليج في الجولتين الماضيتين وواصل نزيف النقاط، سيحاول لاعبي المدرب الإيطالي كانافارو مصالحة جماهيرهم، ويتمنى أن يكون لقاءه مع العميد الاتحادي نقطة الانطلاقة والعودة إلى المسار الصحيح، بينما يطمح الاتحاد بمواصلة انتصاراته والاقتراب أكثر من المتصدرين الأهلي والهلال. بدوره يرحل الزعيم الهلال إلى الأحساء لمواجهة هجر في لقاء يعتبر في متناول لاعبي المدرب دونيس. الهلال المتعثر مع الأهلي شريكه في الصدارة في الجولة الماضية لا يرى من مواجهة هجر سوى النقاط 3. الزعيم سيستعيد خدمات محمد الشلهوب بعدما تعافى من الإصابة، وبإمكان المدرب الاستعانة به. بطل الدورية ينشد الصدارة وانتظار تعثر منافسه الأهلي الذي يستضيف اليوم أيضا نادي الرائد، لتتواصل إثارة دوري عبد اللطيف جميل في مختلف المحطات والمراحل. وصلت بعثة برشلونة إلى اليابان صباح اليوم استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث ستكون البداية في 17 من الشهر الجاري أمام غوانغزو الصيني، حيث كان في استقبال البعثة عدد كبير من مشجعي برشلونة بخلاف الإعلاميين لأهمية الحدث وثقله، بينما توجهت البعثة إلى فندق الإقامة حيث سيشهد اليوم أولى تدريبات برشلونة استعدادا للدور النصف النهائي. برشلونة بكتيبة المدفعجية بالنجوم يطمح بالفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، وختم موسمه بلقب عالمي يهديه لجماهيره الغفيرة حول العالم.
حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما مباراة ليفربول مع ضيفه ويست بروميتش ألبيون، وبدأت الأريحية ظاهرة على وجه المدربين بعد التعادل في اللقاء المثير على ملعب أنفيلد رود. لعبنا بشكل جيد وهيأنا العديد من الفرص، لكننا تكبدنا هدفين من ركلتين ثابتتين، ولا أدري نسبة الأهداف التي ولجت شباكنا من ركلات ثابتة، ربما تكون نسبة 98%، وربما خيبنا أمل الجماهير لكنهم لم يجعلونا نحس بذلك، وكان كل تركيزنا على المباراة وأفلحنا في النهاية في نيل هذه النقطة. أحس بخيبة أمل أكبر لأنهم أفلحوا في معادلة النتيجة بهدفين لكل فريق، وقد أحسست أن لاعبي فريقي ثابروا بصلابة، وأعتقد أن الأمر الرائع في هذا الدوري هو أنه بصرف النظر عن الأموال الطائلة التي يملكها الفريق وقوته والعدد الكبير من النجوم اللامعة التي يضمها فريق مثل ليفربول في صفوفه، فأن الفرق الصغيرة قد تأتي هنا وتكون قادرة على الصمود ومنافسة هذه الفرق الكبيرة. استغرب مدرب توتنهام من الفارق الكبير الذي أظهره لاعبوه في شوطي اللقاء أمس، والذي خسره السبيرز من أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف واحد، بينما أعرب مدرب نيوكاسل عن سعادته بالفوز الثاني على التوالي الذي يحققه الفريق. هل أحس بقلق؟ الجواب لا، ففي كرة القدم بوسعك التحسن، لكنكم شهدتم سعادة المشجعين في الاستاد بعد أدائنا في الشوط الأول، فقد لعبنا بحيوية شديدة وهيأنا العديد من الفرص وتحكمنا في مسار المباراة، وأنا أريد مشاهدة شريط المباراة لأني أخشى أن الإحساس تغير في الشوط الثاني، وربما يكون ذلك مجرد إحساس، لأنني ظننت بصراحة أننا في طريقنا لتحقيق نصر كبير للمباراة. كان الشوط الأول امتحان كبير للفريق، وأعتقد أننا نافسنا بشكل جيد، وأحسست بخيبة الأمل والغضب عندما سجلوا هدفا، وكان رد فعل اللاعبين رائعا وهم يستحقون هذا النصر، وقد مررنا بلحظات صعبة قبل نهاية الشوط الأول، وكانت علامات خيبة الأمل تتجلى على اللاعبين، لكنهم عادوا إلى حجرة تغيير الملابس بين الشوطين، وتعالت أصواتهم، وكان هناك إصرار بين اللاعبين على عدم الاستسلام. وفي بقية الدوريات الأوروبية، خسر متصدر الدوري الهولندي أياكس من أوتريخت بهدف دون رد، وفي الدوري البلجيكي فاز حامل اللقب جنت على سانت ترودن بهدفين دون رد، صعد به إلى قمة الدوري. جولة في الدوريات الأوروبية نفتتحها من الأراضي المنخفضة، حيث مني حامل اللقب أياكس أمستردام بخسارة غير متوقعة خارج ملعبه أمام أوتريخت بهدف دون رد. ففي الأسبوع 16 من الدوري الهولندي، أوتريخت صنع أولى الفرص الحقيقية في الدقيقة 14، لكن تسديدة أندريا لودفيك تصدى لها الحارس ياسبر كلايسون، وحاول أنور الغازي الرد بالمثل، لكن حارس أوتريخت أنقذ مرماه، وانتظر أصحاب الأرض إلى نهاية الشوط الثاني لحسم الفوز بواسطة ياسين أيوب، ليخسر أياكس نقاط اللقاء، لكنه ظل متربعا على صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن فاينورد الذي تعادل بدوره مع غرونينغن بهدف في كل شبكة. غرونينغن كان البادئ بالتسجيل في منتصف الشوط الأول عن طريق مايك دي ليو، قبل أن يعادل ديرك كويت النتيجة مع بداية الشوط الثاني. اللقاء شهد طرد لاعب فاينورد يان أري فاندير هايدن لتلقيه بطاقة حمراء، ولكن المباراة لم تحمل الجديد بعد الطرد، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة. وإلى الدوري البلجيكي الذي يبث على قناة عمان الرياضية، فقد صعد حامل اللقب جنت إلى صدارة الدوري بعد انتصاره خارج أرضه بهدفين دون مقابل على فريق سانت ترويدن. جنت الذي أصبح أول فريق بلجيكي يتأهل إلى دور 16 لدوري أبطال أوروبا بعد أندرلخت في 2001، تقدم بالهدف الأول عن طريق بريخت دياغرز، وأضاف البديل هانز فاندر بروغن هدفا ثانيا ساعد به فريقه على الفوز بالمباراة بهدفين دون رد والتقدم بثلاث نقاط عن ستاندرد ليج صاحب المركز الثاني.
وفي مباراة ثانية تعادل أندرلخت على أرضه بهدف لهدف مع أوستند، وانتظر أندرلخت إلى الشوط الثاني ليسجل له الأرجنتيني ماتياس سواريز هدف التقدم. وتعادل أوستد مستغلا التفوق العددي في صفوف أندرلخت عن طريق ضربة حرة حولها فرانك بيرييه إلى هدف التعادل. وفي الدوري البرتغالي عاد سبورتينغ لشبونة إلى صدارة الدوري بعد انتصاره على ميدانه أمام موريرينسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتقدم أصحاب الأرض بهدف جيلسون مارتينيز، وأضاف ألبرتو أكويلياني الهدف الثاني لسبورتينغ. ولم يتوقف سبورتينغ لشبونة عند ذلك، وأضاف الهدف الثالث بواسطة المتألق إسلام سليماني من ضربة جزاء، وذلل الضيوف الفارق من ركلة جزاء أيضا عن طريق رافائيل مارتينيز، لتنتهي المباراة بثلاثية لسبورتينغ أعادته إلى صدارة الدوري. وانفرد سلتك بصدارة الدوري الاسكتلندي لكرة القدم بفارق 4 نقاط، وذلك بعد فوزه على سان جونستون بثلاثة أهداف للا شيء. سلتك الذي لم يهزم في المباريات التسع الأخيرة افتتح التسجيل بواسطة تركي نذير سيفنسي، وفي بداية الشوط الثاني سجل ديريك بوياتا الهدف الثاني في الدقيقة 49 بعد كرة عرضية من ماكغريغور. وفي الدقيقة 67 اختتم سيفنسي هدفه الثاني والثالث لسلتك رافعا رصيد فريقه إلى نقطة 42. وفي الدوري اليوناني انتصر باناثينايكوس على أرضه بهدفين دون مقابل على استراز تريبوليس. الشوط الأول انتهى دون محاولات تذكر، لكن في الشوط الثاني تحسن أداء باناثينايكوس وكاد أن يتقدم في الدقيقة 54، لكن حارس استرايز أبعد المحاولة. بعدها أفلح نيكولاس كارليس بتسجيل هدف السبق، ثم أضاف نيكولاس كالتساس هدفا ثاني لأصحاب الأرض ليفوز باناثينايكوس بالمباراة بهدفين دون مقابل ويصعد إلى المركز الثالث في قائمة الترتيب. توج برشلونة الإسباني بلقب بطولة العالم لأندية كرة القدم على شواطئ ريو دي جانيرو البرازيلية بعدما تغلب بضربات الجزاء الترجيحية على فاسكو دي جاما البرازيلي. فاسكو بدأ المباراة بقوة وأفلح في منتصف الشوط الثاني بالتقدم بهدفين دون مقابل أحرزهما النجمان بوكينها وكاترانو، ثم قلص برشلونة النتيجة بهدف سجله تاتينها، وسجل ماركوس ليونا من ركلة جزاء ثالث أهداف الفريق البرازيلي، ثم أحرز بوكينها هدف فاسكو الرابع. لكن الفريق الإسباني لم يستسلم وسجل له لورينك هدفا، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثالث، ثم أفلح برشلونة في إدراك التعادل قبل دقيقتين ونصف من نهاية المباراة بهدف أحرزه برونو زافييه، لتحسم المباراة بضربات الجزاء الترجيحية التي رجحت برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وإلى كرة الريشة، فقد فاز الياباني كينتو موموتا بلقب بطولة السوبر لكرة الريشة، كما فازت مواطنته نوزومبي أوكوهارا بلقب السيدات. الياباني كينتو موموتا المصنف الثاني عالميا تفوق في النهائي على الدنماركي فيكتور إكسليز بنتيجة 21 مقابل 15 نقطة و21 مقابل 12 نقطة، كما فازت اليابانية نوزومي أوكوهارا على حساب الصينية وانغ يهان بنتيجة 22 مقابل 20 نقطة و21 مقابل 18 نقطة، ولم تخسر أي شوط في هذه البطولة. وفي زوج الرجال فقد فاز محمد إحسان وهندرا سيرتيتون من أندونيسيا بتغلبهما على الصينيين المصنفين رابعا عالميا شاي بياو وهونغ وي بنتيجة 13 مقابل 21، 21 مقابل 14، 21 مقابل 14 نقطة.
وإلى عمالقة الـ NBA أحرز ديمار ديروزان 25 نقطة ليساعد تورونتو رابترز على الفوز بنتيجة 96 مقابل 76 على فيلادلفيا 76رز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. اللقاء شهد تنافس كبير خاصة في الربعين الأول والثاني، وتقدم فيلادلفيا مع نهاية الربع الأول واستمر التفوق إلى بداية الربع الثالث الذي انتفض فيه تورنتو رابترز، وساعدته الرميات الثلاثية وخاصة من النجم ديمار ديروزان في التعادل ثم التقدم ليخرج تورنتو بفوز وصل إلى 20 نقطة مع نهاية المباراة. المتزلجة الأمريكية لينسي فون تكتسح حلبة الدار في السويد وتفوز بمنافسات التعرج العملاق للتزلج النسوي محققة الفوز 71 في كأس العالم. الأمريكية لم تكن مرشحة لهذا الفوز، فقد تقدمت النمساوية إيفا ماريا صاحبة أكبر الحظوظ بسبعة أجزاء من المئة. الإيطالية فيدريكا برينغنون حلت في المركز الثالث بفارق 35 جزءا عن صاحبة المركز الأول لينسي فون. وقعت الفوز الرابع هذا الموسم ورفعت رصيدها إلى نقاطها 400 نقطة متقدمة على ميكائيلا شيفرون والسويسرية لارا غوت. سجل ماريك زيدلينكي هدفين ليقود نيويورك آيلاندرز للانتصار على نيوجيرسي ديفرز بأربعة أهداف دون مقابل، وذلك في لقائهما ضمن الدور الأمريكي لهوكي الجليد. زيدلينكي سجل باكورة نيويورك في الشوط الأول ثم ضاعف جون تافاريز. تفوق الفريق وتواصل أداء نيويورك الجيد في الشوط الثاني، فقد أحرز مات مارتين ثالث أهداف الفريق، ثم سجل زيدلينكي هدفه الثاني ليساهم في انتصار نيويورك بأربعة أهداف دون مقابل. That might have been Cizikas, or it might have been Morton. One of them looked to redirect it. I think the first tip came from... فاز الويلزي جيمي دونالدسون بلقب بطولة تايلاند للغولف بفارق ثلاث ضربات عن أقرب منافسيه في اليوم الختامي من منافسات البطولة. اللقب هو الأول للاعب الويلزي هذا الموسم، وجاء التتويج على حساب مواطنه البريطاني حامل اللقب لي ويستوود الذي حل ثانيا، والفرنسي كيلمونت سوردي الذي نال المركز الثالث. دونالدسون المصنف الثامن والستون عالميا دخل المرحلة الأخيرة متأخرا بفارق ضربتين عن الصدارة، لكنه رفع رصيده العام في الأخير إلى 21 ضربة تحت المعدل.
وختاما لهذه النشرة مشاهدينا، هذا تذكير بأبرز وأهم العناوين. في الأخبار المحلية، خروج البرازيلي باولو أتوري من سباق الترشيح لقيادة المنتخب الوطني الأول خلفا لبول ليغوين. ومواجهتين كبيرتين بكأس مازدا للمحترفين بين ظفار والنصر والعروبة وصور بحثا عن بلوغ دور الثمانية. الأخبار العالمية، النصر يستقبل الاتحاد في أقوى مباريات دوري عبد اللطيف جميل السعودي، والهلال يواجه هجر لانتزاع الصدارة من الأهلي. بعثة برشلونة تصل إلى اليابان استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية. بهذا مشاهدينا وصلنا بكم إلى نهاية النشرة الرياضية لهذا اليوم، أشكر لكم على حسن وطيب المتابعة وفي أمان الله.